عبد الله القنتي رئيس الجمعيه الحرفيه للزنديج الفخار. كنشكروا برنامج الشيخ ديال الالفيه اللي وفرنا هذه الفرصه باش نتعلموا بزاف ديال 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 البرامج، من بينها كان الصحه والسلامه، جوده المنتوج، التصميم، المقاوله والتسويق، يعني اللي كنفتقروا ليه، يعني خصنا ان شاء الله فرص في التسويق او واحدة اخرى. اللي بغيت نقول هو انه هذا التكوين كان مهم جدا وكنشكرهم، وكنبغيو انهم يعرفوا باننا محتاجين داك لي ماشين اللي شفنا، احنا ما كناش كنعرفوا هادشي، عندنا كنعرفوه، محتاجين دعم فيهم يعني من خلال البرنامج ديالهم، ماشي غير الافرين الغازيه، ولما لا انهم يدعمونا في داك لي ماشين اللي كيطحنوا الماده الاوليه للتخلص من الشوائب، ويعني باش كتكون واحد الجوده فائقه في المنتوج. وحنا كنشكرهم بزاف وجميع الاطر العامله، لا من الام سي سي ولا الوزاره ولا جميع الاخوان. بارك الله فيك.